it. Stand up, mate. Put your toes over the edge. Sit, rest your arms on top, Mo. I don't want you holding on, just rest them on top. Like that. Yeah, there you go. Chin up, stand up straight. Okay, mate, we're going to go in 3, 2, 1, budgie. السلام عليكم، هذا هو الفيديو. في البداية نعرفكم على نفسي، نحكي لكم قصتي على السريع. أنا اسمي محمد السليني، في سنة 2009 كملت الثانوية الهندسية وجاتني فرصة أني نسافر للأردن. سافرت للأردن وفعلا قريت هندسة مدنية غادي وكملتها في 4 سنوات ونص، وكنت الثاني على الدفعة. بعدها سافرت لبريطانيا عشان حضر الماجستير، حتى هو كان مش على حساب الدولة، بس الحمد لله كملتها في سنة واحدة وتخرجت بامتياز. أوكي هذه أرقام، بس من وانا بصراحة عند هذيك اللحظة انا اصلا ما كنتش عارف من وانا. لا جديات، اللي صار اني بديت كل شيء بدري وكملت كل حاجة بسرعة، لعند ما تخرجت بعدها كل شيء وقف. ما حصلتش خدمة في تخصصي، خدمت في كول سنتر، بعدها روحت ليبيا، خدمت في تسويق، خدمت في مبيعات، في تطوير اعمال. قعدت ندور فترة طويلة على خدمة، لعند ما بدون مبالغة قدمت علي اكثر من 400 وظيفة في الهندسة، برا الهندسة، في ليبيا، برا ليبيا، لعند ما خلاص الحكاية سكرت في وجهي وظلمت. بس في الفترة هذكي قعدت فيها فترة طويلة مع روحي وراجعت فيها حساباتي وقعدت مفكر، اكتشفت اني انا اصلا ما كنتش نحب الهندسة، بس عمك ربي سكر الباب هذا في وجهي عشان نصفي ذهني ونراجع حساباتي ونكتشف انا اصلا شنو كنت نبي. وهذا اللي خلاني نفكر ونتأكد اني لو خدمت في الهندسة ممكن ننجح، بس مش حندير الشيء اللي نحبه. تو عرفت انا شنو نبي ندير، نبي نسافر، نبي نكون رحالة، نبي نلف الدنيا كلها، نبي نقابل ناس من كل البلدان، نبي نحط بصمتي، بندير حاجة انا مؤمن بها ونشاركها مع الناس. بس تو لما عرفت انا شنو نبي، انا متأكد ان لو جيني فرصة في اكبر شركة هندسية حنرفضها، لاني خلاص لقيت روحي. قعدت مفكر اني في الفترة اللي قريت فيها برا ليبيا وتعرفت فيها على ناس من كل الجنسيات وناس من ثقافات مختلفة، ان الناس هذه وتجارب اللي مريت بهن تعلمت فيهن حاجات أكثر من اللي تعلمتها من الكتب. طبعاً في ناس سلبية بتقولي بلادك حرب وخاشة في بعضها وانت بتكون رحالة وتبي تلف العالم. شخص هذا تلقاه مش داير أي فائدة في حياته، بلادنا حرب الله غالب علينا، الواحد لازم يلحق أحلامه، لازم يحقق أهدافه. فدرت أول خطوة لي في شهر 11 سنة 2017، بديت رحلتي ودرت قناتي على الفيسبوك عشان شارك هذا معاكم. كان فيها أكشن، كان فيها مغامرات، تجارب جديدة، ناس مميزة. واليوم أنا على قناة ليبيا الأحرار عشان شارك هذا معكم أنتم. أو تو وصلت ترانزيت في مطار اسطنبول. الفترة اللي فاتت سمعت إن معظم الدول الأوروبية مانعين جنسيات عربية ومنهم الليبيين إن يخشوا للمطار من غير فيزا ترانزيت. مش عارف حتى الروسيين دايرين الشيء هذا ولا لا. تو نجرب، تو ان شاء الله خير. لكن جميع الاحوال بنسكر لهم راسي، رد مانيش رد، كسد لهم انا. ان شاء الله خير، تمت العمليه بنجاح. حاليا في محطه القطارات قاعد، الوجهه بتاعتي حتكون مدينه تشانغ ماي، تبعد 12 ساعة بالقطار عن بانكوك، وعشان هيك خديت قطار الليل اللي هو سليبر ترين، ترقد في القطار نفسه ومنها توفر حق السكن. كرسيين ينفتحن يقعد على سرير، هذا سرير الشخص اللي بيرقد فوق. صباح الخير، حاليا في القطار طريق قربنا نوصل لشانغ ماي. هذه الوصلة مدينة تشانغ ماي، معايا صاحبي التايلندي. Say hi to the camera. Hi. توت سابون من بانكوك. طبعا هذا هو الفيديو لي، مازال ما اكتشفتش كيف حيكون ستايل الفيديوهات متاعي، حنكتشفها مع الوقت الفيديوهات الجاية. لكن اللي عارفه ومتأكد منه انه حيكون في تجارب جديدة، حنمشي المكانات بعيدة، حيكون في مغامرات وأكشن. وهذه كانت انطلاقتي وبداية الرحلة كيف ما يقولوا. غادي وصلت لمدينة تشانغ ماي وما نعرف فيها حد ومش مخطط لأي حاجة.
اول غلط نديره في الرحله متاعتي سيبت الكويش محطه القطارات، شكلي لي ما جاي بنمشيها في صباط لان ما نشري كويش جديد. طبعا شنو السراي اللي وراي هذينا؟ هذا هوستل اللي هو نوع من انواع السكن، ارخص نوع تقريبا، ميزته انك تدفع سعر رخيص بكل، يعني تونا دافع حوالي 3 دولار على السرير في الليله، بس بيكون معاك حوالي 10 11 شخص ثانيين. هذه تعتبر حتى هي ميزه لانك تتعرف على ناس جدده. صباح الخير. طبعا اليوم جمعه، يوم الجمعه شنو يعني صلاه جمعه، زعمك فيه صلاه جمعه. انا كنت شنق ماي، هيا نشوفه مع بعض. اهلا وسهلا. طبعا الجامع هذا من اقدم الجوامع في مدينه تشانغ ماي. مؤسس الجامع كان صيني مسلم. في البدايه كان الجامع على الطراز الصيني مبني، لكن بعد ما داروا له تحديثات قعد تو مبني على الطراز العربي. قدام الجامع هنا هذه مطاعم تبيع في وكيل حلال، تبيع فيه للمسلمين اللي طالعين من الجامع. حتى الهدوق هنا حلال. وطلع مش الوكال بس اللي قدام الجامع حلال، الشارع كله حلال. هذا دكان مواد غذائية يبيع فيه حلال، ملابس محجبات، وهذا مواد غذائية واحد آخر حلال حتى هو. كل شيء حلال هنا. محل الرحلات هذا نتوقع حتى هو حلال. في هذا حتى هو خليطة من سوق الحلال. عجينة يحشوا فيها بتمر بعدين يطبقوها، بعدها يغمسوها في كاكاوية. مش عارف ناكل بالايدان انا. تبي لي كورس بالايدان؟ فمي يعدي وعشره يطيح. خطمه مراه شافتني نانا وراتني الطريقه اللي ناكل بها هيك. هيا ثانك يو. تعلمت الطريقه. بعدها في العشية مشيت لمعبد اسمه ثات تويس وثاب. طبعا حطة الجامع والمعبد البوذي في نفس الفيديو مش معناها انهم يتساووا في الاحترام، لان ما فيش مقارنة بيناتهم ابدا، لكن مع هذا حبيت اني نزور المعبد عشان نتعرف على الطرف الاخر ونشوف طريقة تفكيره. معبد تويس وثاب يعتبر من اكثر المعابد المقدسة في شمال تايلاند، ويطل على مدينة تشانغ ماي كلها. وخاطي طريق طويلة عشان توصل للمعبد لازم ترقى 306 درجة، يقال ان الغرض منها هو انك تمر بمشقة وتهيئك للمكان. اما قصة المكان ان المعبد هذا دار ملك تايلاند قبل اكثر من 600 سنة عشان يحافظ على عظمة من كتف بوذا ويحطها في المبنى اللي جوا المعبد. تي شنو هذا؟ شنو المنظر هذا؟ منظر خرافي، حاجة مش عادية بك. عندك على يمينك منظر طبيعي، على يسارك مبنى هذا، حجم المبنى كبير بك مقارنة بحجم البنت اللي واقفة غادي. Hola, hola. Este es mi amigo argentino de Córdoba, Argentina. Muy bien. Y yeah. Este mi amigo Livio que habla muy bien el español. Muy bien. Dice algo al mundo. Algo al mundo. Yeah. Si me preguntan por qué estamos en esta vida es solo para tratar de ser felices. Stop, stop. En inglés, por favor. If you ask me why we are in this life. It's only looking for the happiness. Very deep. هذا ضفدع مشرحينا يبيعوا فيه مع الوكالة البحري. Thank you.
هذه الوجبة اللي طلبتها رز مع أعشاب مع كاليماري اللي هو الحبار تقريبا. Very nice. Very nice. This is no. Without. This no. Yeah. Okay. And this? Yeah. Yes. And oh. And the head? Yeah. No. No. Yes. 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 No, you're crazy. Not the head. The best thing is the head. Okay. Except the wing and head. Okay. No problem. Yeah. 我都吃完了，你们都没有这么发火。 Bravo. Bravo. It's good. Yes. No bad. You want to try? No. Only for you. I did it. Maybe this. This one. Only the head. No. Only the head. The head is for you. 这现在虾米完成就是。Give the head to Angie. 搞定最大的这种东西就是花生米。Well guys, thank you very much. It was very nice. Thank you. Thank you. Cheche. صباح الخير. يوم رابع يوم في تايلاند. أمس كان يوم مش عادي وكل مشينا تطوعنا مع فيرة. عمري ما توقعت الفيرة فين جو مش عادي للدرجة هذه. طبعا الفيرة اللي هنا يجيبوا فيهم أغلبيتهم من برا تايلاند، تكون ظروف حياتهم برا صعبة فيجيبوا فيهم يحطوا فيهم في محميات طبيعية. هنا نقول لكم حاجة عارش نحكي لكم أنا. الفيرة اللي يشرو فين ويجيبوا فين هنا أغلبيتهم من أماكن برا تايلاند زي بورما وكمبوديا، لأن ظروف حياتهم غادي صعبة. في منهم كانوا يستعملوا فين غادي للسرك، وفي منهم كانوا يستعملوا فين للنقل، وهذا كله مع الوقت طبعا يضر ظهر الفيل. بعد خطرة في حتى محميات في تايلاند تخليك تركب على ظهر الفيل، وهذا غلط طبعا لأنه يضره. المحميات هذه كينة تجاريات أكثر مما هن لمساعدة الفيل، أما هنا مريحينهن وأمورهن 10/10. يجوا متطوعين كيفنا يوكلوا الفيل. مش عارف طبعا عليش الموز تحديدا، هل لأنه رخيص في تايلاند ولا لأنهن يحبنا، لكن الواضح أنهن ما يقولنش لا للموز بكل. وبعد ما يأكلن الموز يمشن يقيلا. لا مبصر. بعد الوكال يجي وقت حمام الطين، يلعبوا في الطين شوية يغيروا جوهم، حتى نحن لعبنا في الطين. بعد حمام الطين يا سيدي نزلناهن للنهر، نظفناها من الزبط، والفيرة غادي صار لهن استرخاء. نين واحد منهم رخى روحها زيادة شوية ونزل لنا مفاجأة. السلام عليكم. اليوم انا ماشي المدينه اسمها باي اللي هي للشمال فوق، فكنت ناوي ناخذ باص نمشي للمحطه نتاع الباصات وناخذ باص، لكن صاحبي الارجنتيني هنا قال لي لا عنده طريقه ثانيه هيتش هايكينج. قاعدين ندوروا في الطبق الرسمي لشان ماي كواي سوي، خشينا المحل مش البنت هذه تدلنا عليه. يا كويس سوي فيجيتيريان رايت ايش تقول؟ Pass for or chicken? It's open. Ah, okay. Okay. It's near this place. From here to Katanin, I think 1 kilo. Thank you very much. Bye. التايلانديين طلع عندهم مصارين. هاي كاو سوي. What does it have in it? Yeah. Pork. Why soy?
بعد المشوار هذا كله صدمنا ان الوجبه هي عباره عن شربه فيها دجاج، وانا ندور في حاجه حلال ما فيهاش لا دجاج لا لحم هنا، فتو حندور حاجه فيها خضره او حوت. عندهم الفاكهة هذه اسمها فاكهة التنين دراغون فروت، وهذه اسمها بابايا. When you try this one. هذه فاكهة التنين. طعمتها قريبة من الكيوي، وهذه بابايا. بابايا طعمتها كيف الهندي عندنا نحن، لكن فيها ملورية شوي. The Chinese they have it attached and they break them. فما لقيناش الوجبة الوطنية متاعة تشيانغ ماي، لكن لقينا الوجبة الوطنية متاعة تايلاند باد تاي. نودلز، رايس نودلز زي المكرونة لكن مصنوعة من الرز على الشرم، وحاجة اسمها توفو ياكلوا فيها في آسيا واجد، مع شوية خضرة مخلطة بدحي مقلي. كوكتيل غريب هو لكن يمشي مع بعض. فيش ولا سيارة واقفة، قلنا نقدموا شوية بلكي لما يشوفونا نمشوا توقف لنا سيارة. تجربة جديدة. وقفت على المحل هذا يكتب لي اسم المدينة على الورقة، الطريقة هذه نحصلوها أسرع على السيارة. بيك بليز. أوكي. أوكي. أول ذيس باي. أوكي. باي. باي. ثانك يو. That's a good one. Yeah. It says pie? Yeah. Are you sure? Yeah, pie. Yeah. Otherwise, we improve voice. تولينا ساعة قاعدين نرجو، مش حد عبرنا، مش حد وقفنا. بالصدفة جت بنت مخطمة حتى هي ماشية لباي. تو نشوف ممكن مع البنت يوقفونا. أخيرا سيارة وقفت لنا. مبادئ التشهير أو ما يعرف بالهيتش هايكينج، فقرة رقم واحد يفضل إنه يكون معكم بنت عشان ما يخافوش منكم. أوكي. وقفوا لنا الجماعة هذوما بيحطونا قريب على الطريق اللي بهاي، بعدين بناخذوا سيارة واحدة أخرى من غد. Hiking number 2. 2 pi. Thank you. We don't need this anymore. Thank you. I'm so happy because I was wishing for this kind of way to pass. مين اللي بيختار مرسوم ومكتوب بالعالي المسار؟ هلا انا عرفت ما عدت هالبنت، يوم كبرت وصرت وحدي اللي بختار. هلا انا اشبيليب في ليبيا. نو ايتس فروم ليبيا. ارجنتينا، ليبيا، تايلاند، افريقيا، عرب. يا الله شنو المكان هذا؟ مش معقول يكون مكان طبيعي اكثر منك. Hi, my name is Mo.